قيمت امبارح الزمالك، فوز الزمالك على الاتحاد المنستيري التونسي ازاي؟ شيء رائع، اداء بداية راقي، مبشرة صح؟ اداء راقي جدا 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 لنادي الزمالك. حقيقه الواحد كنت قاعد سعيد جدا من الاداء، بالاداء على كل الخطوط، كان في تناسق، في جماعيه رائعه، صحيح. في اهداف جايه بجمل تكتيكيه رائعه. لا اداء مختلف واداء هايل بصراحه يعني الحقيقه. لو مكان اوسوريو هتلعب مباراه الشباب ازاي؟ وطبعا انا مش مكانه يعني. لو كنت مكانه على فكره ماتش صعب ومش سهل. برضو الكره في السعوديه اتقدمت. الكره السعوديه بقت بتعتمد اعتماد كبير على اسماء كبيره جدا جدا في الدوريات العالميه. فالماتش مش سهل، المفروض انا العبه بتوازن، انا محتاج اكسب الماتش ده عشان اضمن التاهل. لان المجموعه دي صعبه جدا على فكره، طبعا مجموعه صعبه. فيهم يعني على الاقل في ثلاث فرق اقوياء جدا، الزمالك والشباب والنصر، دول فرق اعتقد ان دول اقوى. فانا عشان اتاهل ضروري اكسب الماتش بتاع بكره ده. لكن انا بتمنى ان المدير الفني للزمالك يبقى في توازن شويه في الاداء في ماتش بكره، في ماتش الماتش اللي جاي ده يبقى في توازن، ما يبقاش الاداء الهجومي على حساب الجانب الدفاعي. ضروري وانا بهاجم ضروري افكر في الدفاع بتاعي عشان ما يجيش فيا هدف يبقى صعب ان انا اعوضه. فانا ضروري يكون في توازن في الاداء الماتش القادم، ما يبقاش في اندفاع بالشكل ده. قصدك انه ما يكررش اللي عمله قدام الاهلي؟ بالظبط كده، بالظبط كده، بالظبط كده. يعني خطوطي ما تبقاش مفتوحه بالشكل الاندفاعي ده، الاندفاعي. طب الزمالك محتاج ايه فنيا عشان يكسب سواء الشباب او النصر يا كابتن؟ لا الزمالك يعني انا عارف كويس جدا، وعارف ان الاداره عارفه كويس جدا ان عندنا عجز في بعض المراكز. عندنا المفروض الفرقه اللي زي الزمالك وزي الاهلي دول بيبقى عندهم ثلاث فرق مش فرقه واحده. انا عندي ثلاث فرق بجد، لان الفرق دي بتلعب بطولات كتيره جدا. تبقى محتاجه عدد كبير من اللعيبه، في اصابات. المباريات المتتاليه بينتج عنها اصابات. فانا محتاج عدد وافر من اللعيبه، اعتقد ان ده مش متوفر للزمالك دلوقتي. مش متوفر للزمالك الدكه الجيده او البديل الجيد اللي على مستوى عالي لسه ما جاش للزمالك. فديت يعني انا محتاج الماتشات اللي جايه العبها بتوازن، ما العبهاش باندفاع خالص. بس عموما حضرتك متفائل باسرائيل؟ طبعا انا هقول لحضرتك على حاجه. انا عاجبني اسلوب اداء الزمالك، اولا في جماعيه اكتر. امبارح ولا بشكل عام؟ بصفه عامه. بعد الراجل ده ما جه يعني حاسس ان في جماعيه اكتر، في لعب مباشر اكتر، في تبادل مراكز اكتر، في عدم مركزيه في التحرك ده اكتر موجود بس دلوقتي. بس بيلعب لعيبه كتير قوي مش في مراكزها. ما هو الراجل لسه بيشوف الحقيقه يعني. لسه بيشوف ولسه بيتفرج ولسه بيشوف امكانيات اللعيبه اللي موجود عنده. بيشوف وجمهور الزمالك يتقهر. ما يعني انا هقول لحضرتك يعني عادي هو يشوف براحته. ما هو دي مش مسؤوليه والله. ما هي مسؤوليته. والله العظيم المدرب دايما مصر. والجمهور يلعلع. والله الجمهور صابر كتير وجمهورنا بيصبر كتير جدا. ما هيصبر لحد امتى؟ لغايه ما ندعم يعني بشكل كويس، لغايه ما نجيب مستوى لعيبه على مستوى عالي جدا. وبعدين يبقى يسال المدرب، اديله فرصه يا جماعه. اديله فرصه. مين اكتر لاعب في الزمالك يستحق فرصه اكبر من اللي هو فيها؟ لا اعتقد ان اللي يستحق بياخد الفرصه. مين يا كابتن؟ يعني مثلا شيكابالا هايل. ضروري يبقى موجود في الملعب. زيزو موجود على طول، هايل كمان زيزو. فتوح. رائع. شيكا يبدا ولا يبقى ورقه على الدكه؟ ما امبارح بادئ وكان نمره واحد في التيم. بس مش في كل المباريات لما يبدا بيبقى بنفس الاداء. شيكابالا عمله نادره. مستوى نادر. صدقيني يعني ده يعني مش موجود منه في مصر دلوقتي خالص. النوعيه دي الكواليتي ده مش موجود في مصر صدقيني يعني. مش عشان انا زملكاوي او عشان شيكابالا قريب مني. لا محدش يقدر يختلف على موهبه شيكابالا. موهوب
بشكل قوي جدا يعني. لا يعني انا بحب لعبه جدا يعني حقيقه يعني.